شكلي طلعت واحد بالغلط، ولكن لا بأس. مرحبا. وعليكم المرحبا. السلام عليكم. الإسلام لي أنا مو مسلم، فمع احترامي. أنت مو مسلم؟ متابعك صار لي أشهر وكنت أتمنى. أنت مو مسلم؟ أنا مسيحي من العراق. بس بصراحة عندي فترة استراحة هسه بالشغل، بس تنرفزت من إنه أي شخص تحكي وياه يوصل على العرض على الأخت على الأم. زين وين النقاش؟ ليش برأيك هيك؟ ما يعني أنا بصراحة شوية راح أتحفظ بالكلام، لأنه لا تتحفظ، أتكلم. أخلاق تربية أمة، تربية شعب. يعني أنا أتصور لأنه أي شخص ما راح أحدد، لو كان مثقف أو واصل إلى درجة ثقافة إلى مستوى معين من النقاش، هو أنه ليش يوصل على العرض؟ يعني ليش توصل على أختي؟ أختي ما مسويت لك شيء، عندك شيء وياي تعال احكي وياي، سبني. وانت سمعت قبل أسبوع همينا شخص أنه صفك بالمقعد، يعني إذا هو واحد مقعد يعني عيب، إذا واحد عنده مرض معين عيب. هو نفس الشخص احتمال عنده مرض معين. ليش تعتقد أنه هذول يسبوا بأي طريقة؟ إفلاس من الكلام. هو يبلش أنه أنا أخلاقي كذا وكذا وكذا، بعد ما يفلس. يعني بصراحة أنت ذكي، يعني أنت حقيقة ذكي على فكرة. هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أنا بال2004 رحت إلى سوريا، وهاي الكتب من باب الفضول اشتريتها، يعني مو كلها، اشتريت الصحيح والهاي وقريتها. وفعلا كنت مشغول برد المسلمين بيني وبينك، صح؟ يعني بصراحة تريد الصدق، لأنه كل ما كنت بالعراق نمشي أنت نقص، أنت وصخ، أنت محرف كتابك وأنت محرف. وتعال أكمشة وفهمة أنه شنو الفرق بين التحريف والتزوير. مو مثقف يعني، هو ببغاء وده يقول هذا الكلام. زين شنو الفرق بين التحريف؟ التحريف هو أكو نص موجود وقد يعني نطلع المفهوم عن ما هو عليه، مثل ما نقول قطار ده يمشي، هو أكو قطار وده يمشي وانحرف عن المسار. والتزوير أنه تجيب نص كامل تغيره كامل. يعني التحريف والتزوير شيئان ما يتفقون. بس بصراحة ثارني انه انا صار لي استراحتي كلها وقاعد اسمع نقاشاتك وهاي، بس استفزني انه اختك شلها علاقة بالموضوع، صح لو لا؟ انت ما تشوف انه هذه الظاهرة بين المسلمين اكثر من غيرهم اخي عامر؟ اخويا الحبيب، اخويا العزيز، يمكن اكون انه هو يريد يدافع وهو جاهل. يعني للأسف أنا قلت لك شهر كامل أنا متابعك، ما شفت واحد وصل وياك إلى مرحلة إنه كلامك صحيح بس أنا راضي بي. أكو فرق. هسا أنت من تجي تقول، يعني أنا هواي مرات أسمع وهاي المسيحية وقاموا، بس هتلر ما قال أنا سويت هذا حسب ما موجود بالكتاب المقدس. فلان ما قال أني كتلت أو جبت عبيد الموجودة في إصحاح كذا في إنجيل متي. أنت عندكم أربع أناجيل، أنت تفهم شنو معنى الإنجيل؟ الإنجيل هو البشارة، فهي البشارة حسب متي. يعني بس أنت برأيك أخي عامر، ليش يسوع ما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه أنا ابن الرب؟ لأنه الرب مدم، الرب محبة. يعني المفروض، يعني أنا هسه أعز أصدقائي هم من المسلمين وتعامل وياهم خارج نطاق الدين. ليش؟ لأنه إحنا ما ولدنا، يعني هو الرب خلقنا كبشر، ما اختارينا أمنا وأبونا. واسمي عامر، وحتى اسمي أنا ما اختاريته، أمي وأبوي اختاروا لي. بس هسه ممكن يطلع لي واحد يقول لي أمك كذا أختك كذا، بس أنا شلون أشغل هالمخ اللي الرب خلق لي حتى أميز الصح من الغلط؟ أنت تعرف مثلا أنا هسه بنتي عندي بنية، هي اختارت غير طائفة. يعني أنا كاثوليك، بس بنتي اختارت البروتستانتية وقالت إنه أنا أحس نفسي مسيحية بالبروتستانتية، وأني تابعت أعمالها وما تقوم عليه، لقيتها أنه هي إنسانة جيدة فتقبلت هذا الموضوع. لأنه ما دام أنه هي قاعد تنشر المحبة وما تأذي أي بشر، ها؟ يعني أنا شلي علاقة شخص ولد هندوسي
إيش قد ما يكون هو محترم ومفيد للمجتمع، بالعكس يمكن يجذبني إلى هندوسيته، قد يعني يجذبني من أشوفه إنسان صالح. بس أنا من يطلع واحد ويقول لك كذا كذا كذا، أنا ما يطلع من عندي. بس أنت رجل مسيحي، أنت من العراق صح؟ أنا من العراق، من بغداد. أنت شلون قاومت أنك رغم جاذبية الإسلام ورغم جمالية الإسلام أنك ما تصير مسلم؟ يعني من كنت صغير يوم من الأيام، ها راح أحكي لك إياها إلك بس على مود هاي الابتسامة الطيبة والحلوة. يوم من الأيام من كنت بالابتدائية، يعني أبويا كان يشتغل ضمن الدولة، موظف ويتنقل وين ما ينقلوا. فسكننا فترة جنوب بغداد، محافظة واسط. فمن بالابتدائية أتذكر يوم من الأيام كمشوني الطلاب مع المدرسة، كانوا الظاهر مخططين ونزعوني البنطلون حتى يشوفوني مختون لو ما مختون. أوف. أي وراها مع احترام أنا ما أريد أدخل بتفاصيل، من لقوني مختون ها، بس بقيت أنا نجس، ليش ما أدري، يعني عرفت شلون، بقيت إنه يصيحوني نجس. تختنوا بالعراق؟ ديني مو دينيا، هي إنما حسب على مود المجتمع، على مود الدنيا تمشي. على مود الدنيا تمشي بالضبط. يا قهر. اي على مود الدنيا تمشي. بس هذا 3 سنتي ما سلم منه. والله اقول لك، فدي يوم واحد يقول لك، فدي يوم واحد اسلم ها، قال له تعال لازم تصلي 5 مرات، قال لهم اوكي اصلي 5 مرات، لازم ما تشرب، لازم ما تسوي فلان شيء. باوع قال اني وين كنت، وين صرت؟ قال لهم يابا اني داريد اطلع. قالوا لا دقيقة، تخلي نطهرك. طهره ورا فترة من الفترات ما اقتنع، شاف نفسه لا يشرب لا يسوي لا يقدر يروح. هاي قالوا اني راح اطلع. قال لا نقص راسك. فقال لهم شنو هالدين هذا، اللي يدخل بي يقصون هذاك واللي يطلع يقصون راسه. على كل حال اني ما اريد اطول. انت الان ممكن تدخل الاسلام في اي لحظة، بس تحتاج الشهادتين، ويعني لانه انت اصلا مقطوع مالك خلق. ما لي علاقه، مو ما باقي لي بس خيط قناعه، بس ما دام انت موجود ما راح ادخل. وعلى فكره ترى كلامك فعلا منطقي، انت لا تجرح لا تاذي، اسلوبك راقي، على فكره اسلوبك راقي، قوه تحملك راقيه. ولاني طلبت القياس براسا لان تنرفزت، يمكن لانه المسبة وبعدين الحكومة والمعارضة والحرامات، يعني فلشوا بلدهم باسم الدين. وانت قلت كلمة وهاي للأسف أنا دا أبحث عليها وما دا ألقى الكتب اللي توصلني إلى المعلومة، يقول إنه المجازر اللي صارت بهند الكبرى، اللي هسه يعني هي باكستان، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، الهند الكبرى، لأنه هناك كان عندهم كميات ذهب كبيرة. فيقول لك المجازر اللي صارت والذهب اللي نقل من هناك إلى الجزيرة كميات غير محدودة، يعني كميات غير محدودة. وقبل كم سنة من رحت لمصر ورحت زرت الأهرامات وزرت هالأشياء هذه، فشخص مصري ومسلم هو قال لي شايف هاي الجوامع القديمة اللي موجودة بالقاهرة القديمة، هاي كلها الأحجار ما الأهرامات أخذوها وبنوا من عندها. يعني الموضوع صار إنه أسرق تاريخ، تحوير التاريخ. وأنت تعرف أخي الفاضل إنه إحنا أي حاكم يحكمنا عند اللوجية، إحنا نسميهم اللوجية، اللي داير ما دايرة المطبلين يقعدون يكتبون التاريخ ويمسحون كل ما قبله، مثل عباس شيشان. يعني هذا ما أعرفه. عباس شيشان أي صحيح عرفته. فعدنا كثير من أمورنا، والدليل هسه بلشت تطلع مقابر للمسيحيين في النجف، مخطوطات كنائس في الإمارات، كنائس في السعودية، فكانت الكنائس موجودة. وبعدين حتى كلمة نصارى، أنا ما أقبل واحد يقول لي نصراني، أنا ما نصراني، أنا مسيحي. أنا منين إجتي نصراني؟ أنا منين أصلا ما أعرف من النصارى. النصارى هم إجتي من فكر نسطوري اللي كان موجود شمال العراق، وتطور اللغة
صارت نصاطرة، أو بعدين سموها لأنه عدم مفهوميتهم بالتاريخ قاموا يقولون عيسى، أنا ما أعرف منو عيسى، يعني عيسى منو اللي يبيع لبلبي براس الشارع، منو عيسى؟ أنا عندي يسوع المسيح اللي أعرفه بس. راح أقول لك شغلة أو أخيرة وأختم وأتشرف بيك كل الشرف، صدقني لو كانت المسيحية أمرتني أنه أأذي الناس لا أتركها بسهولة، بس أنا الوحيد خذ المحبة لإنسانيتك العظيمة. صدق أنا من أدخل، أنا أشتغل في شركة أصلح بالبيوت حكومي، أنا موظف حكومي في شركة مساكن، فمن أدخل البيت صدقني لا أفرق إذا هذا كان مسيحي أو مسلم أو هندي أو بوذي، أنا أدخل أسوي عملي ها، لأنه تعلمت أنه الله محبة، الله يحب هذا الإنسان، والله راح يوصل له الكلمة يوم من الأيام، بس مو أنا المسؤول أنه أوصل له الكلمة، وإذا ما رفضها أكتله. موجود بالإنجيل، يعني موجود بالإنجيل يقول لك ادخل إلى قرية انطي كلمتك، إذا رفضوكم فانفضن عليك وأخرج، مو اقتلهم. يعني ما قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، لا احكي كان واحد ثاني نسيته، ايه احكي وياهم إذا رفضوك، يعني رفضوا كلمتك ها، رفضوا هاي موجودة، انفض عليك واخرج وخليهم، بعدين يمكن الله يتعامل وياهم. هذا إيماني قد يكون صح، بس أنا صح بالنسبة إلي، يعني أنا مؤمن به ها، مؤمن به، وبعدين من أريد أراوي من أريد أخلي الناس تحب إيماني لازم أشوف أعمالي، لازم أشوف لساني أول شيء، بعدين أشوف قلبي ومحبتي، مثل ما عندي محبة للجميع، والرب يبارك حياتك، وراح أبقى أتابعك، بس سوالفك حلوة بالعراقي، بالعراقي نقول سوالفك حلوة وانت لحلة بس ذولة، يعني رجاءا بس يبدي يغلط نزلة، يعني ما عادي عادي، أنا كل واحد يغلط نزلة ما راح تلاقي حدا تتكلم معه على يلا أنا شوية ضعيف بالتيك توك حتى ها، بس أتشرف بك. العفو يا سيدي، محباتي لك، دير بالك على حالك. أخ عزيز مع السلامة، الوردة، باي باي. يجي واحد يقول تتكلم عن المسيحية، شوف أخلاق المسيحيين وشوف أخلاقه، شوف الناس كيف تتكلم، شوفوا أنتوا كيف تتكلمون، خزيتونا يخرب بيتكم. يا الله، مليون مرة لو أخير أنه جاري يكون مسلم أو يكون مسيحي، مليون مرة أختار المسيحي صراحة. يسوي بيك انت المسلم، كسوك تك كسمك، انسان مثقف جميل محترم، ما تخاف لا على نفسك ولا على اهلك انك يكون امثال هذول الناس جارك، يعني صراحه حتى لما يصير عليك مصيبه تروح تدق بابه هو يتذكر انا ربي قال، حتى لو هو يعتبرك عدو راح يجي يقول لك انا صراحه قال لي باركوا لا شو قال، يعني احبوا اعدائكم وباركوا لاعنيكم، عادي جدا يروح يعطيك ما عنده مشكله. هذول اصحابنا قال شو الاقربون اولى بالمعروف، لا تعطي هذا مرتد من كذا يخرب بيتكم. أنا طبعا لا من لا بالمسيحية ولا بهذا الأبد يعني، ولكن على الإنسان المسيحي دائما وأبدا أشوفه هو بشكل عام أفضل من هذول الناس يعني. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. كيفك أستاذ محمد؟ أنا بخير، أهم شيء أنت تكون بخير. الحمد لله. عندي كم سؤال لك. انت سني لو شيعي يا سيد ياس؟ انا شيعي. اكيد لازم تكون شيعي عشان السني وياس شلون يصير؟ جماعة الاعزاز الحمد لله. عندي كم سؤال، قل لي هاي الاحاديث المتلفقه على الاسلام انت شلون تصدق بها وانت دارس شريعه اسلاميه؟ عادي مثل ما بنصدق عن بالقرآن وكلها كاذب. مثلا هسه يجيك واحد يقول لك أنا ما أؤمن بالبخاري،
يعني ايش ليش الجبره تقول له لازم تؤمن بالبخاري ما طول انت مسلم؟ ما اقول لازم تؤمن، انا بالعكس انا سعيد ان الناس ما بتؤمن بهاي التفاهات. بالعكس انا متابعك حوالي اكثر من سنه. لا ما لو متابعني من اكثر من سنه فانت بتعرف قبل سنه انا ما كنت اتكلم بهاي الامور. يعني هسه انا هواي اكو حديث ما اؤمن بها. طبعا ما تؤمن بها. انت شيعي اصلا ما بتعرف ايش هي الاحاديث. انت تعرف فقط السيد شو بيقول. تلطم على لفظ السيد. لحظه القصد تلطم القصد حتى بكلام السيد ما اؤمن. لحظه تلطم على لطم السيد. تطلع على طلعة السيد، تنزل على طلعة نزلة السيد، ايش دخلك انت بالاحاديث؟ هاي شعائر، هاي مو مسألة احاديث. مو شعائر، انت شيعي، والشيعي كائن مقلد، عرفت كيف؟ فما يقدر يطلع عن حكم المرجع مالته. بس هواي اكو مراجع احنا ما نؤمن بيهم. طبعا بس تؤمنون ببعض المراجع مثلا. تؤمن مثلا ما نؤمن بالشيرازية مثلا. مثلا، تؤمن مين بالمراجع؟ أنا أؤمن بالسيستاني مثلا. السيستاني ايش دا يقول؟ شو يقول؟ يقول الواحد إذا ارتد عن الإسلام لازم يقتل. ماكو هيك شيء. ما هذا قالوا في كتابه في منهج الصالحين. مو أشياء ملفقة عليهم. مش ملفقة، من صفحته. مش صفحته. ناس أبرياء. ها؟ أقول لك ناس أبرياء كلها تلفيق عليهم. مو أبرياء، هذا السيستاني أكبر مجرم في العراق، دا تقول. لا بالعكس. أي والله. أقول لك هو بيقول بقتل المرتد. السيستاني إذا مجرم كان ما حرر العراق من داعش. ما حرر العراق، السيستاني مجرم على مود هذا العراق الآن اللي حرره هم الأمريكان مو السيستاني. والله بصراحة يقول السيستاني. بصراحة يقول السيستاني مجرم هو مجرم. لا والله السيستاني مو بس مجرم واحد. لا والله يعني أنت إذا تؤمن السيستاني مجرم أنت أكبر مجرم. زين؟ والله العظيم. ليش؟ وانا اللي اقول بقتل الناس. السيستاني مو مجرم. السيستاني مجرم. واحد يقول بقتل المرتد اكيد مجرم. السيستاني اذا مجرم كان اعطى فتاوى ضد السنه ضد المسيح. اعطى فتاوى بقتل المرتد. تدري بالعراق ايش قد اكو كم شيء؟ اعرف السيستاني اعطى فتاوى بقتل المرتد. ماكو هيك شيء، طلع الفتوى. لا ابشر ولا يهمك، عيوني لك. هسه اطلع لك الفتوى الرهيبة العجيبة الغريبة مع السيد السيستاني. يقول المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين فطري وملي. الفطري من ولد على الإسلام أحد أبا أو أحد أبوي أو كليهما ثم كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز في قبل الكفر وجهان، أقربهما الاعتبار، وحكم الفطري أنه يقتل في الحال. شنو هذا كتاب؟ شو كل شيء ما شفنا؟ هذا كلام السيستاني، كلامه في منهاج الصالحين في الجزء الثالث. وين خل اشوفه؟ شو روح شوفه، هذا ما تروح تقدر تدخل في موقع السيستاني وتقرا من هنا. ماكو هيك شيء. نزل الكتاب من موقع السيستاني، عرفت كيف؟ واقرا. انا داخل هيك فتوى ماكو. عن جد احكي معك. انتم الملحدين هواي تلفقون على الاسلام. انا مو ملحد، انا انسان مسلم. لا انت ملحد، انت ما طول تسب الانبياء وتسب الرسول وتسب القران، تقول هذا القران قذر وهذا كذا، وتقول هيك عمر سوى. شو شريعتكم اياها كذا والسيستانيكم كمان. شنو فرقك عن صفوق؟ ما ادري، الصفوق هذا انسان جميل جدا، اشرف من السيستاني. بندر الصفوق يساوي راس السيستاني. والله السيستاني شو يشرفكم ويشرف عشايركم. ما يشرف حدا. والله انتم اكبر قواويد طالعين بالتيك توك، اكبر قواويد. زين ليش القواويد هو دين الشيعة؟ انت ايش قد ما تنشرون هذا يعني مثلا ياس؟ لحظه خليني اقول لك شغله. لحظة. والله العظيم انا ايماني ازداد يوم على يوم. ياس لحظه زين، القواده هو منهج عريق في دين الشيعة. ليش؟ تعرف شلون؟ السيد الان نسوانكم كلها يعني ادري يمارسنا الجنس بالفلوس، والسيد عندكم ياخذ فلوس عليهم.
يعني هسه انت رجل كبرى تقول النبي والله تزوج واحدة عمرها 6 سنوات. مو النبي السيستاني مثلا، السيستاني الان يجوز لكم انكم تروحوا تتزوجوا وتاخذوا على يعني على 4 ساعات. كل معممي الشيعة قواوي. هاي ما بيها شيء، هاي موجودة، هاي السنة قوادة هذا تسمى. لا مو قوادة، بالعكس. السيد اللي بيروح أحسن ما أروح عزني أروح أتزوج. لحظة السيد اللي بيروح أحسن ما أروح عزني أروح أتزوج. لسه بتكلم. يا أحسن الزنا والزواج. الزنا أفضل بكثير صراحة. لا شوف ليش أنا أقول لك قوادة. ليش انا اقول لك واحد تجودك؟ لحظه اقول لك ليش. لحظه لا ماكو لحظه. انت لحظه اسكت شويه. انا لا انا ما اسكت. لا لازم تسكت. انا ما اسكت. لا تسكت. لا ما انا اتكلم. انا ما اسكت. انا مو مثل دولة تعطيك مجال. انا ما تقدر. انا اقول لك المساله ببساطه شديده يا ياس. انتم الان مثلا كشيعة لما السني يجي لكم، عرفت؟ عفوا، لما واحد مثلا يكون قلقوله قايم يجي يروح للحسينية يطلب السيد، ليش؟ لأن السيد معروف أنه هو مثل الجواد. يقول يا مولانا يا سيدنا. يقول شنو؟ يقول أنا أريد وحدة، ترى ما قادر أصبر على نفسي. يقول إيه بي تفضل. يطلع له الموبايل الآيباد، عرفت كيف؟ وفيها صور، ها، زينب وفاطمة والزهراء والرقية وأم كلثوم وكل هذول النسوان الجمال. فطبعا صاحبنا علاوي يقول يا مولانا هذيك ايش قد سعرها؟ يقول تريد بالساعة لو باليوم؟ يقول انا اريد بالساعة مولانا. قال اذا بالساعة اسوي لك خصم، اذا تاخذها 4 ساعات اطيق عليك ساعة همينة، ويكون السعر 600 دولار، 400 الها و200 لي. فيقول خلاص صار مولانا، فيعطيه 600 دولار ويروح لعند زينب. ويروح طبعا، وزينب تجي يا عيني يا حلوة بعبايتها وبدشداشتها وبطولها وبجمالها، وبتجي طبعا زينب وياخذها على الفندق قريب جدا من الحسينيه، عرفت شلون؟ فبيروح يظلوا يقضوا 4-5 ساعات ويجي وهو اعطاها 400 والسيده مين ترزق ب 200 دولار، قواده رسميه والله ودات عادي جدا. فما تحتاج انك انت تتعصب و كذا. حتى هذا الكلام موجود بكل بيوت الدعارة، في وحدة بتبيع الجنس وفي واحد جواد بياخذ الفلوس. الدور الجواد هذا اللي بالنص هو اسمه السيد عند الشيعة. بينما واحد مثلا، واحد لما ما يكون متدين يروح يشوف وحدة حلوة تعجبه ويعجبها ويجلس ويتكلم ويعزمها ويجلس وياكلوا كذا وشوية، وبعدين يروحوا يعيشوا مع بعض وحياة حلوة وساعة ساعتين أو الليلة كاملة، عرفت كيف؟ هو خلاص ما يحتاج جواد بالنص، لأنه الجواد هو في شغله أنه يأخذ الفلوس ويمسك المنشفة قدام الباب، على قولة شو كان اسمه اللي قال لك ومات اللمبجي. هذا اللمبجي هذا هو بالضبط هو السيد المعمم. تعرف هذه أغنية مات اللمبجي وراح علومه؟ هذا هو اللمبجي، هو السيد المعمم، هذا الجواد الرسمي في عالم الشيعة. طيب نشيل عنك الكتم، اقبل عشان تقدر تتكلم يا ياس. ياس وينك؟ اقبل لما تشيل الكتم اقبل عشان تقدر تتكلم. اكتب موافق، اضغط على موافق عشان تقدر تتكلم. ياس محمد خليني احترم شيء، نحكي بصراحه. انت لا تقول لي متعه ما متعه، قلت لك انا هالحديث وش اسمه ما امن بيها. انت ليش قوه تخلي الانسان يؤمن بهيك شيء؟ ما خلي يؤمن. انت قلت انه هذا جيد، وانا اقول لك انه عمميكم كلهم قواويد يقولون بهذا الشيء. زين انت هو غير القواد يعرف القواد؟ طبعا. اي يعني هسه انت شنو؟ انا والله هنا طلعونا كل القواويد اللي عندنا هنا بالسويد، عملوا لهم علينا، عملوهم لنا يعني برنامج، طلعوا كل القواويد. زين ابو جاسم صراحه من الملالي مالتنا بالحسينيات كلهم طلعوا قواويد. اسالك صراحه بالسويد، بالقناه السويديه على فكره.
احنا ما كنا نعرف هذا. يوم اروح اشوف السيد اقول له السلام عليكم مولانا سيد، شلونك شلونك، الله يرضى عليك يا مولانا، الله يطول بعمرك يا مولانا، وانا ايش ما ادري انه هذا طلع قوات. يوم من الايام اكو سيد نايتشك بس قال لي انا السيد فقط بينك نسوانكم انتم. لا لا انت لك نايتشك، انت تسالك سؤال والله بعد شوف انت انت الساده لا نايتشك لا تسلح ما بيها الولد انت بس يا سيد نايتشك ايش قد عمر نايتشك؟ كيف؟ ايش قد عمره كان نايتشك السيد اللي يكون بك؟ كم سيد؟ وانا ما كان عندنا الساده في المنطقه اللي انا كنت عايش. زين كم شيخ نايتشك يلا؟ ولا كان عندنا شيوخ. عاش تعال عاش، من دربك؟ شنو دربني يا ابي؟ شنو انا من دربك على الصلاه والصوم وهذا وانت شوف انتم الساده مالتكم بيني تشوفكم بالحسينيات انا ايش دخل؟ واكيد واكيد انت من الطوبس طيزك كبير يبين يعني خير عليك. شوف الخيال المريض تبع تبع الشيعه تالي البيت. وين رحت؟ تعال ارجع. انا ليش الشيعه ما فيهم ناس محترمين برايك يا ياس؟ وين رحت؟ ياس تسمعني؟ اسمعك، المهم انت تسمع نفسك. محمد مو انت ما تخلي واحد يحترمك بصراحه. وانتم منين راح يكونوا؟ انتم طالعين من القواويد من بيوت الدعاره. شوف من حسينيات الدعاره منين راح تتحل؟ انت شوف هسه هذا الفلسطيني نشط خوات خواته حماس ما حماس ودددددددددد. انت حتى مي ما تشرب، ما شوك تشرب مي زين؟ يعني تبقى 3 ساعات 4 ساعات بس تحكي الله منطيك طاقة. هذا من فضل الله، الله يطعمني ويسقيني زين؟ انت ما تخلي واحد يحترمك يعني بصراحة. انتم ما عندكم احترام، انتم كأمة تتعبدون إلهكم بقراءة كتاب قذر كل ما سبات، منين راح تتعلمون الاحترام؟ شوف هسه انت من تقول لي قذر انا شو اسوي؟ راح ارد عليك اقول لك انت قذر. لا طبعا ليش؟ لانه انتم ما عندكم اخلاق ولا احترام. لازم ادافع عن ديني. انا ما ادافع عن كتابي. انا ما سبيتك انت علمت لان الهك لحظه الهك جبان ما يقدر يدافع عن نفسه فبيرسل يعني الناس تقبل اقول لك اخلاق. تقبل اقول لك ابو عائلتك جبان؟ كيف؟ تقبل اقول لك انت عائلتك مثلا بيها كذا كذا؟ والله عائلتي لو انت قدرت تروح عائلتي لحظة عرفت كيف؟ عشان يروحوا يعملوا يسووا. انت الهك المفروض هو قادر يدافع عن نفسه، انت ليش تدافع عنه؟ زين هسه اسالك سؤال، يعني انت تصدق بهاي الاحاديث مال النبي الزوج عائشه؟ والله بعد شوف هذا السيستانيكم يقول هذا الكلام. السيستاني يقول لا بالعكس، السيستاني يقول عمرها 26 سنة والله كذب. السيستاني بحياته ما قال هذا الشيء. زين السيستاني يجيز زواج الطفلة فما كنت شيء، فأنت بدل لا تظل يوميا تلف وش اسمه اقرأ يا عم على مود الدعم انت طالع يعني وشنو السيستانيكم يقول هذا؟ إذا على مود الدعم أنا يوميا الدعم معمميكم ياخذوها منكم باسم الخمس وعند شبكة القذارة تبع المراقد. والله العظيم عمري ما اعطيت السيستاني شيء. طبعا ما تعطي انت وين ما بي وين بي وين من لمين تدفع الخمس؟ انا اعطي للفقراء. ما تقدر، لازم تعطي للسيد. لا والله اعطي للفقراء مباشرة. مو محسوبة. شنو؟ ماكو هيك شيء مو بكيفي. مو محسوبة، لما انت ما يحق لك. الله خلقنا حار يا عمي، الخمس ما يحق لك انت تتصرف به، مو بكيفك. لا 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 بكيفي. لا مو بكيفك، انت اذا واحد انت تعتبر واحد مخالف لآل البيت. هسه انا استغرب اقول لك يجيك ويطلع واحد يقول لك محمد والله انت انسان مثقف كل شيء تعرف وين دارس. انت بالعكس انت كل شيء ما دارس، اي والله. مو انت السيستاني اللي بتقلده ما تعرف شو كان انت يقول. دارس هاي كم حديث وكم شو اسمه وكم ايه حافظهن على الغيب والله تدهدي بيهن الان. انت الان يا ياس قول لي بالله عليك وين عايش؟ شنو وين عايش؟ عايش بكربلاء انا. انت من جماعات عشان هيك طالع من الحضيض يا عيني. لا بالعكس. انت تعرف هاي كربلاء ايش صارت فيها؟ صار بيها اللي انقتل فيه إمامك؟ ومن قتله؟ المسلمين.
لا يزيد ما يعتبر مسلم. الله يزيد هو أفضل من الحسين، قندرت يساوي الرأس حسين. شوف أنت من هاي تغلط راح أغلط عليك وأني شخيتك. ما تقدر تنيش خذ أنت نهايتك السيستان يجي نيش أخواتكم ما تقدر. أبو العيورة بالله على العير لا تغلط على الإمام الحسين يشرفك ويشرف عشيرتك. حسين كان إنسان جبان. زين لا والله مو جبان وجبان كان ما قاتل وحده. أنا أقول لك الحسين مثلا لو جبان كان ما قاتل وحده. قندرت يزيد هاي الشجاعة براس حسين وأهل البيت. هاي الشجاعة العدة شيعة جت من الإمام الحسين والإمام علي. أنا أقول لك الحسين مو شجعان كان ما لا لا ولا حرر من العراق. لو كان شجاع لو كان شجاع أنت لازم تعترف الشيعة شجعان وأهل بناته. زين اللي صار ببساطة شديدة أنه اليزيد رضي الله عنه اللي دعس براسه برجله على رأس الحسين، وهذا دليل على أن الله يدافع عن الذين آمنوا والله ما دافع عن الحسين. هاي كلها كذب ما في شيء. والله كله كذب. اللي انذبح هو الحسين مو يزيد. أعرف الإمام الحسين عليه السلام. مو إمام واحد قندرة شو. أو أنت من تجيب طاري الإمام الحسين لازم توقف. ما أنا معاق ما أقدر أوقف. زين. كرامة أو تخلي إيدك على رأس. ليش أوقف لواحد يعني جبان حقير طالب للملك. هذا سي شباب أهل الجنة. ولا شباب ولا بطيء سي شباب. سي شباب أهل الجنة اسمعي. على الأغبياء. بحياته شفت واحد تبي يتبع الحسين وعنده عقل. غصبا عليك هي عندنا عقول احنا. وين عقلك انت؟ والله عندي عقل اسد من عقلك. اوكي افتح الكاميرا يا ياس. انت شنو عقلك ها؟ افتح الكاميرا يا ياس. وشنو تفتح كاميرا؟ افتح الكاميرا تقدر؟ ليش؟ شنو تدور ولد؟ كيف؟ ليش ادور ولد؟ ليش انا معمم مثل المعمميكم؟ كلكم دوداكية؟ بس ما قلت لي انت ايش اللي بيخليك يعني تكفر رجل مسلم تقي طاهر مثل الامام يزيد عليه السلام وتتبع واحد اهبل غبي مثل الحسين. شوف شو اسمه يزيد حتى هدم الكعبه تريدنا هذا شنو هذا حقه يعمل هذا هذا مسلم هذا؟ طبعا مسلم. طبعا انت هم مسلم طبعا كل الناس مسلمين باين عليك وين يا مين مسلم الإمام الخميني مسلم طبعا الإمام مسلم تعرف هذا الإمام كان قندر عليه السلام والله لو يكون شك يقطع راسك كيف؟ لو يكون شك يقطع راسك الخميني يكمشني يقطع راسي؟ طبعا على هذا حكيك أنت أحد قال لك أنه الخميني مات من أكثر من 30 سنة ولا خبوا عليك هذا الخبر؟ مات من 80 أنا أدري بي أنا قاري تاريخ ترى. كان كيف راح يكمشني؟ ترى أنا هم مثقف. أنت هم مثقف. أبوي لك تعبت. طيب شوف أنا أغلط وش اسمه أنا على يهمني الناس اللي بيهم يكونوا مثقفين صراحة. أنا ما أثني اللي غلط على دين أغلط عليه. طبعا أخلاق الحسينية كلها. يطلع لك واحد سوري يتمتمت وما أدري شنو. ويقول لك استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد وش اسمه ويبكي ومشينه ما قلت لي يا ياس انت ايش اللي يخليك ترفض واحد يعني صالح تقي طاهر مثل الامام يزيد وتدافع عن واحد احمق منافق مثل الحسين محمد خليني اغلط عليك اكثر بعد انت اذا سب الحسين اغلط عليك وطلعك من الكلاكيه الكلاتي هذا فيها كل قواويد الشيعة انت لو مو قواد ما تسب انت قواد انت هو من يسب بس القواد لحظه هو من يسب بس القواد والكلاتي نسوانكم انت هسه تروح انت لو تروح للكاوليه تقود هو احسن لك لا انتم ليش والله انت واحد قواد الكاوليه مليان شيعة تروح لا قواد انت هم واحد شو لحظه وينك يا الكاوليه مليان اروح اشتغل اقول لك خبا خلص هاي المحادثه الله عليك سوي لك شو اسمه سوي البلوك حتى بعد ما اشوف اسوي لك بلوك راح تبقى هكذا موجوده هنا لا والله سوي البلوك دليل وتستمع شو شلون كان معمميك سوي البلوك وعلى نسوانكم انا هيك خلقه ما اريد اشوفها اساسا بحياتي لازم تشوفها غصبا عنك زين والله العظيم كان الحسين مجبور انه يشوف خلقه شمر بن ذا الجوشان انت همين مجبور
الإمام الحسين طلع شو اسمه الإصلاح ال... لا ما طلع طلع على المدر زين. الإمام الحسين ماتك كان واحد يعني حرامي حرامي مثل جد عليه الصلاة والسلام. وانت شنو انت حرامي؟ انا ليش حرامي؟ ليش انا السيد؟ انت ريت حرامي انت اساسا حتى شرف ما عندك. الشرف منين راح يكون موجود باهل العراق ويحكمهم واحد جواد مثل السيستاني؟ والله حتى شرف ما عندك انت لو شريف. واحد مرجع اكبر مرجعيه بالعراق السيستاني واحد جواد منين راح يكون؟ انت كل شرف ما عندك واحد. منين راح يكون عندكم شرف؟ زايعتك حتى الارض، حتى الارض هسه ما راح تدفنك. زين؟ انت راح تحترق لما تموت اذا ابوك هذا بهاي المقاين. انا موصي انه يحرقوني. اي والله. لان الارض ما تحبك ما تريدك. ليش الارض ما عشان هيك عشان هيك قتلوا الحسين؟ انا متاكد هسه جسمك واحد نتن انت حتى ريحه بيك. هيك انت الحسين؟ هيك انت معزول. الحسين؟ مثل الحسين؟ والله الحسين اطهر من تذكر شو عملوا بالحسين ذبحوه مثل الخروف روح فداء الامام الحسين بابي انت وامي ابا عبد الله انت ابا عبد الله ذبح مثل الخروف يا عيني لك لا الحسين خلص من عندك لا الحسين مين راح يخلص واحد قليل ادب خلصوا منك لا النبي خلص منك لا نبي الله يوسف خلص منك الحسين واحد سرسري مثل ابو اثوان شنو انت ما تقول انت شنو انا اقول لك الحسين كان واحد سرسري مثل زينك انت منو انت منو يا كلب يا حقير ثاني انا هسه ما اقدر اسب اهلك خاب ناس زينين انا راح اسبك بس الك انت واحد تنيج انت واحد يعني تنيج انا كيف انيج مثل حسين انت تنيج مبين عليك من وجهك انت واحد دودكي زين انت ما تعرف الدودكيه لحظه انت منين تعرف الدودكيه هاي انت بس هذا شكلك انت خبير بهاي السؤال وهذا دكتور احمد كلكم تنيجون مين هذا دكتور احمد هذا واحد هم طالع لي البارحه هم صعدت وياه زين هم يبين لكم شلون انتم قواويد هم طلع نيش مثلك هم طلع نيش مثلك انت لما تتكلم عن النيش انت كيف جت الدنيا لان ابوك كم شيخ نايشك بكركوك كم شيخ نايشك بكركوك يلا قل لي هسه انت ما تسمع من كركوك احنا ما عندنا نيت بكركوك بس النيت كله بالحسين والله هاي المنطقه ذكرتني بايام زمان لما كانوا يرجعون بيها انت كنت تزور هاي المنطقه عشان النيت اي طبعا على مود تحن على الماضي تحن على شو اسمه على الماضي لحظه كم كان عمرك ايامه؟ انت شو لك علاقه؟ ابغى جاوبني عشان اقول لك شو كنت تسوي؟ انا اكبر منك قول لي كم كان عمرك لما كنت تروح لكركوك؟ انا اكبر من عندك يعني كم كان عمرك؟ انا من كنت اروح لكركوك كنت عسكري تاني شبيك اوبا تعرف انت العسكريه لما كانوا يجون لعندنا يا عيني كانوا يدقون بابنا كانوا يدقون الباب عندنا لحظه بس خليني اقول لك شغله كنا نشبيكم اي كنا ندق الباب عليكم نشبيكم لحظه زين لا انت اذا كنت طبعا انت اكيد كنت ايامها بايام صدام حسين انا كنت نشبيكم لا كيف تنيجبينا صدام حسين كان نايف عرض خواتكم مبين تطريزك ابيض شو تنيجبيك شربك طريزك مو ابيض والله ما شايفه ما ادري صراحه شلون ما شايفه يعني معقوله ما شايف كيف الواحد يقدر يشوف طيز يعني هذا الشيخ من ناشك ما قال لك طريزك ابيض كيف الواحد يقدر يشوف طيز وانت كيف الشيخ من ناشك ما قال لك طريزك ابيض لحظه الشيخ من ناشك قال لك طريزك ابيض ولا شوفوا انصار الحسين هذول لا 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 الناشك قال لك طريزك ابيض ما قال لك شوفوا شيعه اهل البيت زين زين شلون اسمعوا شيعة اهل البيت زين شلون شلت اول مره؟ انت انا اقول لك هذا اخلاق معمميكم قواوي طاك يا يباسي لو شنو طاك يا كيف؟ لو خلاله تفله شو؟ انطاك يا يباسي الشيخ لو خلاله لو شو بتقول انت؟ خلاله دهن بازلين؟ شو بتقول انت؟ بازلين خلاله؟ شو هذا؟ شو عن شو بتتكلم؟ انت تعرف كل الزين والله ما ادري بشوف انت اشرح لي شلون زين شلون طوبزك؟ شو؟ شلون طوبزك؟ شو طوبزك يعني؟ لا تعرف شنو الطوبز؟ لا والله ما بعرف انا ابو جاسم ترى هاي
ترى هاي باقلة قديمة. شنو باقلة قديمة؟ أنت كل شيء تعرف. أنا أعرف بالدين بالشريعة. لا كل شيء تعرف. سوالف الشيعة والسنة. حتى من ناشوكم تعرف. لا شو هذا ناشوني؟ أنا بس إنسان هيترو ما بحب الرياضي. بس أنا مستوعب لحظة. أنا شنو هذا؟ لحظة أنا مستوعب صراحة ومتفهم أنه أنتم من كثر ما بيختصبوكم بالحسينيات تعتقدون أنه الناس كلها مثلكم. هاي تفيدك. ما خليت لا رياضين ولا نسوان. هاي تفيدك. هاي مو علي. هذا الجواد الخميني مثلا. هاي تفيدك. أنت جواد. أنت جواد. أقول لك عن جواد الخميني. أنت جواد. الجواد. لحظة خليني أكلمك عن الخميني. أنت جواد وخركي. لحظة خليني أقول لك شوي. لحظة اصبر شوية خليني. شوف أنت شوف 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 أنت من تسمع مني ترتاح. ترتاح من تسمع مني. كل الناس تسمع مني. صار لا ترجع صارت مر. الفكرة الأساسية شوف أنتم من كثر ما معمميكم. لحظة من كثر ما معمميكم زرعوا الجواد والجنس والقذارة. انت صحيح استاذ بس استاذ بالطوبز من يطوبزوك تعرف شلون الطوبز حتى تريح على الشيخ زين حتى استمعوا الى خيالات الشيعة لما يجلس على شو بيفكر استمر حتى الشيخ يرتاح شلون علمك استمر يا دودك يا خرك يا محمد من يقول لك استاذ محمد انت من اعطاك هذا اللقب يا هم دودك مثلك مثل محمد بن عبد الله مثل انت هم دودكي مثل شو اسمه هذا الشيخ صفوق انت تعرف شيخ صفوق؟ اعرفه واحد دودكي مثلك عشينه كيف عرفت انه دودكي؟ مبين من شكله يعني انت بتعرف هاي الاشكال طبعا سمعكم على شو اسمه على وجوهكم يعني انت بتعرف بشكلك خبير في هذه المسائل يعني أعرف يعني مبين الإنسان الإنسان اللي نيج أنا أعتقد لحظة يا ياس الإنسان نيج من الشريف مبين أنا أعتقد أن صفوق الشيخ رضي الله عنه وأرضاه قندرته برأس ألف واحد لا 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 انشاب 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 صفوق الشيخ صفوق الشيخ انشاب ما احترمك صفوق الشيخ صفوق ما احترمك انشاب قندرته أشرف من رأس انشاب 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 اسكت وأنا آسف للصفوق الشيخ صراحة ايش أنا آسف ممكن يزعل إنه إنه أقارن قندرته برأس السيستاني ايش 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 احترم من عشاك تحترم لان صفوق الشيخ صفوق الشيخ خلي خلص انا قندرته اشرف من كل معلمي زين انت شنو انت بكم انت شنو انت يا عم الله شلون خالقكم انا اقول لك صفوق الشيخ قندرته اشرف اقول لك ليش العرب من يطلعون شو اسمه للخارج يصيروا على اساس نبي والله بعد يصير ربحك ليش برايك على اساس هم ضد الاسلام تعرف انت الان لو تروح تسال السيستم على اليهود حبابين والمسلمين ارهابيين بس جالس تزود على نسوانكم تنسون حتى طيازتكم ليش؟ والله طيازتنا شنو محفوظه بالاصول في اوروبا المهم انه انتم تحافظوا على طيازتكم مع كل هذول الدودكيه من سادتكم انتم من تطلعون الخارج راسا تخرطون وتطوزون ليش عود؟ شنو السبب؟ والله السبب بعد شوف اسال ملاليكم شنو السبب؟ تعملوا عليهم يعني برنامج شو بالعراق كنتوا ناس على اساس شرب ياس لحظه تعرف احد من السوي لحظه يا ياس ياس لحظه تعرف احد من السوي انا عندي صديقي هناك هو بالسوي ايوه قل له صديقه كله شنو هذا البرنامج اللي فضحونا بالقناه السويديه اللي طلعوا الملالي القواويد مالتنا زين صدق انت ليش تخرطون من طعن الخارج كلامك عم عليكم عم استوحوا شوي مو هذا بلدكم اقبل الكاميرا يا ياس هذا بلدكم بابا بلدكم عيب عليكم اقبل الكاميرا هذا دينكم شويه يعني يصيروا مثل دين زباله شو نسوي له؟ شوف عمر اليهودي ما انطب دينه ولا انطب باليهود اليهود ناس محترمين ما عندهم قواوي تعرف ليش الناس محترمين ما ينيشون مو مثلكم لا 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 دينكم هذا شو نسوي؟ طازتكم دود واحد بيدافع عن واحد حمار اسمه انتم دودكيه انتم ما تدرون هاي الدوده هاي الدوده ما تقدرون تسيطرون انا اقول لك وينك يا ياس انت شوف انت طلعت واحد حمار مثل الحسين شو تسوي له انت طلعت يا حمار يا ابن الحمار يا محمد صالح يا دودكي الحسين حمار صح يا ابو العيوره يا بلاع العير
اذا انا بالسويد الا انيشك، بس انا مع الاسف مو بالسويد. يعني انت اذا وصلت للسويد شو راك تدفع؟ انا بالسويد هذول العراقيين بالسويد. تعرف لو بالسويد تعرف شو كانوا راح يسووا لك؟ شوف شوف اذا تعرف لو بالسويد شو كانوا راح يسووا لك؟ شرف انيشك. لا انيشك وصورك واكسر عينك. يعني انت بتحب نيش الاولاد؟ لا هيك يعني لانه بدك اكسر عينك على مود. هذا بالعكس. نعم هو الاستاذ علي الوردي ذكر هذه الفكره الحقيره في الشعب. حياتي ما سوى هاي الشغله. يعتقدون انه واحد اذا نالت وحده يكسر عينه. ومو بس انا يعني شكو شيء اخر. اذا نالت وحده تكون كسرت عينها؟ وشكو فلسطين هم خليني يشك. بتحب الفلسطينيين؟ ناس شرفاء شكو بيهم. الان شرفاء اشرف منكم بمراحل ما عندهم. طبعا على راسي الفلسطيني. الفلسطيني ما يقبل بالقواد. على راسي الفلسطيني. الفلسطيني ممكن يكون قليل ادب. هذا الابطال. اسمع احسن منك. الفلسطيني ممكن يكون قليل احسن منك. احسن منك ممكن يكون غبي. لحظه لا مو غبي. انت غبي بحياتي ما شفت فلسطيني قواد. بس لا انت غبي والله. ابو العيوره خوش ناس واغبياء. شلون طبعا خوش ناس اشرف منكم بمراحل. تكسر وتجبر. لا مو اكسر واجبر. الفلسطيني هسه انا اعرف كم ممكن يكون مجرم، ممكن يكون قاتل. اعرف كم قريب دماغه كان. اعرف كم قريب دماغه. مستحيل يكون جوال. واعرف شنو تفكر. اعرف كم قريب دماغه. واعرف شنو ولا تعرف ولا حاجه. والله العظيم اعرفك انت بد واحد. يعني صدقتني انت الان. انت اليوم مثلت كربلاء قدام اكثر من 2000 شخص. احترم نفسك. لا مثل كربلاء اني ولا شيء اسمه. الان كل واحد يريد على فكره على فكره على فكره الان كل واحد يريد يعرف انه شو هو اخلاق الشيعة. كربلاء العراق ما حد يقدر يمثله. كل واحد يمثل نفسه. لا ما يمثل نفسه. انت من كربلاء وتمثل. هسه انت مو تقول انا مسلم. تروح فدوى الاصغر البولة المسلم. انت مو مسلم اساسا. حتى لو مسلم بس انت ما تمثل الاسلام. انا ما امثل الاسلام طبعا. بس انت تمثل الاسلام. انا ما امثل الاسلام. انا مثل نفسي. انت تمثل الكربلاء وتمثل الشيعة. لا انا لا امثل الكربلاء ولا امثل اخلاق السيستاني. الشيعة ناس شرفاء. السنه ناس شرفاء. المسيح ناس شرفاء. اليهود ناس شرفاء. كل الناس شرفاء. وما حد يمثل واحد الا يمثل نفسه زين. بس انت لا تسوي فتنه. وهذا رايي. انا اقول للناس. وهذا كل يوم طالع لي والله المسلمين. لحظه كلامي صحيح. اعياد. لحظه كلامي صحيح. الاعياد. لحظه استحي مترجمات كبير. لحظه انا اقول لك. وين عندي اصدقاء مسيح ببغداد؟ والله اخابرهم اقول لهم اياكم سعيد في العالم. لحظه اللي يدافع عن اهل بيت النبي هذول الناس المخابيل زين. لا القنادر من علي وفاطمه وهذه الشله الحقيره. عرفت كيف؟ واولادهم الحقراء اللي يدافع عنهم الا اوتوماتيكي راح يتحول الى كائن مسخ بعد. والله انت اكبر حقير. والله العظيم انت اكبر حقير. ما طول تقول حقير. انت اكبر حقير. انت ما تعتقد انه علي كان حقير؟ والله انت حقير. لا علي هذا ابو الحسن ابو الحسن لانه زي. كان واحد حقير ولا حد معبره. الكل كان يطلع ويدوس على راسه. ابو الحسن هذا لا والله هو داس على راسكم. اغتصبوا الحاقد. اغتصبوا بنت عمر بن الخطاب. انت واحد حاقد وواحد مجرم زين. انت حريم. انت انا مو حاقد. انا اقول لك والله انت اكبر حاقد. اذا مو حاقد مسك عمر بن الخطاب. عمر الحاقد ميسر ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب. ولذلك لما سئل علي بن ابي طالب مخبر علي بن ابي طالب هذا الاجتماع القواد مخبال ام سودان خاب. واحد ما يعرف شنو مخبال يعني مجنون. استمر شو كنت تقول هذا؟ هي مخبال دودكي مخبال دودكي ينيش. انا اقول لك علي بن ابي طالب قال لما اغتصب علي لما سيد شو اسمه الامام جعفر الصادق
لما سئل لماذا زوج علي بن أبي طالب بنته لعمر بن الخطاب قال ذلك فرج غصبناه. عرفت كيف؟ اغتصبوا فرج علي بن أبي طالب، بنت علي بن أبي طالب. شو رأيك؟ لكن شكرا لهذه الفقرة الجميلة يا ياس، أتمنى لك لطمية جميلة لهذه الليلة، والحمد لله على نعمة التشيع الذي جعلكم من أقدر الأمم على وجه الأرض. شكرا كثير لك. تحياتي تحياتي يا زعيم. إيش محمد صالح، شو أخبارك؟ أنا طيب، أنت كيف؟ أنا تمام. محمد صالح، أنت بدك الحوار الأكاديمي صحيح؟ عندك حدا من أئمة المساجد وخطبائهم؟ عندي أجاك قبل ساعة ساعتين. طب دقيقة يا محمد صالح، ثواني. أنت بدك حوار أكاديمي، ما بدك مسبات صح ولا لا؟ أنت ما بتسمع شو بقول؟ الشيخ الأزهري، الشيخ الأزهري. ها؟ بدي الشيخ الأزهري. الشيخ الأزهري. ما عندي مشكلة، جيب لي إمام وخطيب مسجد. طيب؟ تمام، وانا بحكي لك عنه امام وخطيب مسجد. انا بحكي لك ابو حمزه صديق يا احمد، تكون المناظره جوا المسجد، تقدرون تلبون هذا الطلب، ويكون طبعا من قبل امام وخطيب مسجد. صديقي انت عندك مشكله، يعني عندك عشان نكون بس في المسجد. انت على التيك انا لا اناظر الصعاليك التيك توك، لان عشان ما اعيد الكلام، انتوا شله من الصعاليك، ما عندكم اي قيمه. عرفت كيف؟ لا اناظر الا امام وخطيب، اقل حاجه يكون امام وخطيب معروف في احد المساجد المعروفه، ويكون المناظره جوا المسجد. عندكم من يستطيع ان يلبي هذا النظر؟ عندكم دين قوي تروحون مثل البهايم تصلون وراء هذول المسلمين؟ جيبوا لي هذول أئمة مشايخكم اللي بتصلون وراهم في الجمعة والجماعات. ما عندكم، أنا في زهد عن صعاليك التيك توك. أنتوا نهايتكم تقفوا في التيك توك، كسختك وكسمك. حوار أكاديمي مع مين فيكم؟ أنتم شوية صعاليك، جيبوا لي أئمة مساجدكم مشايخكم اللي بتصلون وتجلسون في الجمعة والجماعات وراهم. تقدروا؟ لا. يلا معلش. مرحبا. مرحبا يا هلا. هلا وهلا، هلا وهلا. أنا تونسية من تونس. أوكي. ومسلمة معتدلة، مانيش لا زاهدة ولا متطرفة ولا محزنة. سنية بالطبيعة. حاجة واحدة، مثلا عندي صديقتي في هولندا ملحدة، ما عندهاش، ولكنها في نفس الوقت تحب دايما بدها تسأل على الإسلام، تحب تعرف. بس أنا لست متضلعة بالدين صراحة، ومانيش إنسانة واو بدين، مثل ما قلت لك إسلامي معتدل، ضد العنف، ضد الكراهية، ضد القتل، ضد الزواج بأربعة، ضد بضرب المرأة، ضد بقطع الإيد، قطع اليدين للسارق. يعني في أشياء اللي هي متطرفة أنا ضدها. وأنت مع شو إذا؟ أنا مع التسامح، مع السلام، مع الحب. حلو. إيه يعني أنا صديقتك هذه عربية؟ نعم. صديقتك هذه عربية؟ هولندية. هولندية. فبنفس الوقت يا عم محمد، كانت حتى علم فلسطين ببابها، باب الشارع، كانت كتير بتساعد وبتهتم بالقضية الفلسطينية. كانت مرة، هي الله يرحمها يا ربي، كانت مرة كتير طيبة لدرجة ما تصورها، يعني تقول يمكن أحسن من شخص مسلم، فهمت؟ فكنت اتمنى بالوقت هذاك انه يكون عندي شخص عنده القدره انه يدخلها للدين الاسلام. هي كانت حابه صراحه، بس كان بده حدا ليش كان بدك تدخليها الدين الاسلام؟ لانه هي كانت حابه.
او بالاحرى انا مثل ما قلت لك، يمكن نحن كمان دكتور محمد احنا بالفطره تولدنا لقينا ام مسلمه، بي مسلم، ام تصلي تصوم، نفس الشيء بي، فكبرنا على الفطره هذه، فهمت؟ جبنا اولاد نفس الشيء. ف يعني بنفس الوقت دكتور محمد صراحه ما بحب انه فتن وكره، مثلا في كتير مسلمين كتير طيبين وما عندهم مشكلة مع ولا دين، لا مسيح ولا يهود ولا شيء، حتى الملحدين اللي ما عندهم دين، بالعكس انه نكون منيح مع الكل، يعني نكون هذا اللي بدي اعيشه انا. يعني ما بحب اقول لحدا انت مسيحي وانت ما بعرف شو، انت كلنا انسان، انسانية، بحكي بمنظور الإنسانية، كلنا إنسان بهيدا الكون وهيدي الأرض، وما في حدا أحسن من حدا، أفارم عليك. صح، فهمتني؟ فهيدا اللي حبيت وصله، إنه والله ما حدا يكره حدا، المسلم هو إنسان والمسيحي إنسان واليهودي إنسان، كلنا إنسان، يعني ما بدنا نكره بعض، والله أحسن شيء. وهذه هي، وانت ما احلاك يعني صراحة، لما فتت ولقيت الكتب ما شاء الله اللي وراك، صراحة اذا ملحد ودارس كل هالكتب وهالمعلومات اللي براسك، ما شاء الله عليك، برافو عليك. احنا يمكن مسلمين ومني ما عندي هالكتب اللي موجودة عندك، شكرا كثير، فبتمنى لك الشفاء شكرا ونشوفك إن شاء الله هيك واقف على رجلك إن شاء الله. على شكرا شكرا، يلا مع السلامة، ديري بالك على حالك، وإنت سنة سعيدة، كمان، شكرا لك حبيبي، سنة سعيدة لك. أحبات، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا، مين معي؟ سائر أخي من سوريا، كنت معك يمكن امبارح وأنت امبارح أستاذ محمد، بس ما كان عندي الصوت واضح. شو اسمك اخي الكريم؟ ثائر. ثائر، ثائر، يا اهلا وسهلا اخي ثائر، الله يكرمك. حضرتك سني ولا شيعي يا اخي ثائر؟ انا مسلم سني اخي. وين عايش اخوي؟ مقيم بالمانيا برلين. اها، ان شاء الله الاهل طيبين وكل شيء. والله كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله، هذا اهم شيء. بطرح انا السؤال ولا بتطرح انت ولا شو لازم؟ انت حدد لي النقطة اللي تحب نتكلم فيها ونشوف كيف الدنيا تمشي. هلا انا بس سمعتك كثير بتقول انه مستحي خجلان من دينه ومستحي خجلان من دينه، يعني شو السؤال اللي طرحته على الناس او حدا مرق انا عليك انسان استحى او ممكن اعطيك مثال مستحي؟ على الناس اللي بيكونوا خجلانين من دينهم، طيب مثلا في عندي اعطيك سؤال هيك شوي فضول هذا بس. ابشر ولا يهمك، الان انا اوضح لك هذا موضوع الخجلانين مين هم، وانت بعد هذا تقرر انك انت اذا منهم ولا لا. تفضل. يعني مثلا انت سامع عن صحيح البخاري ومسلم؟ اكيد. تؤمن بان الاحاديث اللي موجوده جوا البخاري ومسلم احاديث قالها النبي؟ بقول ان شاء الله اؤمن بهذا الشيء، لكن في يعني دلائل انا تؤمن بان النبي قال من بدل دينه فاقتلوه؟ من بدل دينه ليك، هذا مش استحاء، انا لما بكون بطول لحتى اجاوب، مش موضوع خجل، لا انا ما بسالك، اعطيك ما دليل. بسالك عن شرح الحديث، انا بقول انت تؤمن بهذا الحديث ان النبي قال هذا الحديث؟ اؤمن لكن اكيد. عافية، اذا مبروك، انت تجاوزت معانا المرحلة الاولى. طيب الان قل لي عن اي نقطة تحب نتكلم. نقطة، السؤال اللي عندي اياه قبل ما افوت بالنقاط الثانية، حضرتك تنتقد انا اريد اسالك سؤال اخي ثائر، ليش انتم ما بتعرفون صيغه السؤال؟ ليش تقولون كلام خبري؟ النقطه لحظه، بعدين احكي اللي بدك. لا لحظه، لا لا، ليش لما تريدوا تسالوا بتكلمون كلام اخر ملوش علاقه بالسؤال؟ اطرح لا لا السؤال. لا لا، السؤال بدي لا اصلح انا ما معك، في ما عندي بس سؤال انا ما بس لازم افهمه بعدين لا لا ندور معك في موضوع ثاني. السؤال يكون كيف، لماذا، متى، هل، هكذا يبتدي السؤال. طيب. عندك سؤال ادخل بالسؤال، لا تعمل اي مقدمة إليه. طيب، انتقادك
بتدل على خروجك من الملي. سامحني بس استوعب كلامي بس شو بدي احكي وجاوبني. لا ما بريد اسال السؤال، لما تقول انا اريد اسال سؤال اطرح السؤال، لا تقول لازم كلام تتركني احكي. لازم تتركني احكي. طيب شكرا للمشاركة. انتقاد، شكرا لمشاركتك. معقول شعب او امم شعوب لحد الان ما تعرف صيغه السؤال؟ يعني انا الان انا عندي السؤال، انت لما رحت وجيت وعملت وسويت هذا مش سؤال. نشوف مين هذا. مساء النور استاذ محمد، اخونا محمد، اهلا وسهلا بك. هلا حبيبي استاذ محمد، بس ممكن تعطيني اسم العديد؟ احمد من الجزائر. كيف حالك يا سيد احمد من الجزائر؟ والله الحمد لله، اتمنى ان تكون بخير وكل احوالك تمام. تسلم، انا بخير. تسلم لي والدك. الله يسلمك. انت سني ولا شيعي؟ لا انا مسلم سني. طيب عن شو تحب نتكلم؟ أنا أردت يعني أن أسألك سؤالا يا الأستاذ محمد، هل أنت يعني بحكم اطلاعك ومعرفتك الواسعة، هل هناك دين في العالم يعني كل أتباعه يعتقدون أن كل ما فيه صحيح؟ هل المسيحي مثلا يعتقد أن كل ما في المسيحية صحيح؟ أنا ما بعرف أي شيء عن الأديان الأخرى، أنا بعرف فقط عن الشريعة الإسلامية. أنا رجل تبع شريعة إسلامية، ما بعرف شو موجود في الأديان الأخرى. هذا الدين مثلا إذا أردت أريد أن تصل إلى جواب لهذا السؤال، نعم، روح اسأل الهندوس، الإيزيديين، الزرادشتيين، البوذيين، المسيحيين، اليهود، ما أدري، هذه الأديان والطوائف المتعددة، روح اسألهم وبعد هذا ممكن تقرأ على ذلك. أنا ما بعرف جواب الأديان الأخرى. أوكي. طب ليش تشترط مثلا في أهل السنة الذين يعني يحاورونك أن يكونوا يعني يجب أن يعتقدوا بكل صغيرة وبكل كبيرة فيما هو في مذهبهم؟ أنا ما بشترط أي حاجة، أنا بشوف أن الضرر الأكبر الذي يحصل على المسلمين اليوم وعلى غير المسلمين هم من طائفتين، الإثنى عشرية الجعفرية هذول والجماعات السنية التي تقول بالكتاب والسنة. غير هذول الناس انا ما بيهمني، يعني ما بشوف انه لهم قيمه ولا تمثيل ولا جماعه ولا يقتلون ولا يعملوا اي حاجه، فبالتالي ما بيهمني ايش هو هذول، مش موضوع عندي، لذلك ما بناقش ناس عشان الرفاهيه الفكريه فقط. انا بناقش معضله حقيقيه موجوده في هذه الشريعه تسحق الانسانيه وتسحق الـ 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 الاخلاق. هذه المعضلة يقول بها طائفتين من الناس، السنة والشيعة. الناس الآخرين أنا هذول ما ليس لهم تمثيل على الأرض، والسنة والشيعة اليوم هما جناحي هذا القرآن، جناحي هذا الدين. فبالتالي أنا بكلم هذول الناس. لما يأتي يخرج إلي واحد ويقول لا أنا لا أؤمن إلا أقول خلاص طبعا جدا، أنت مشكلتك مش معايا، روح مشكلتك، روح ناقش هذول التراثين، أنا مشكلتي مش معك، انت مش موضع اهتمامي. انا موضع اهتمامي اللي بيؤمن بهذا هذه الكتب، موضع اهتمامي اللي لحد الان بيفتح حسينيات وبيلطم وبيدعو الى ثارات الحسين. ومشكلتي مع الناس الذين لحد الان بيزوجوا اطفالهم بعمر 9 سنوات، مشكلتي مع الناس اللي بتقتل باسم الدين، وهؤلاء كثر، ملايين الناس في العالم الاسلامي، وصارت عندهم دولة في أفغانستان وصارت عندهم دولة في إيران، واثنيناتهم بيصدروا الإرهاب للعالم الإسلامي وبيصدروا يعني تحقير المرأة وضرب الأطفال وتحقير الإنسان وسحق الإنسان وقتل الناس حسب هذا الدين. فأنا ليش أترك هذه المصيبة اللي أنا عندي وأجي أناقش واحد فاضي جبان ما عنده أي قدرة على أنه يروح يواجه هذا المجتمع؟ انا مخاطر بحياتي، عارف كيف؟ مخاطر. انا لما وانت تعرف هذا الشيء، انا لما بفتح هذا البث، انا بفتح هذا البث وانا بدفع ضريبه، هذا الدفع هذا البث ضريبته من حياتي، عارف كيف؟ انا ممكن اقتل في اي لحظه، ممكن اضرب في اي لحظه، ممكن يعتدى علي في اي لحظه، عرفت كيف؟ فانا بدفع ضريبه باهظه، طالع بوجهي واتكلم مع ناس في غاية الهمجية وفي غاية الصفاقة
وفي غاية العدوانية وفي غاية الوحشية، أدفع ضريبة أنا ولكن ما بيهمني. فأنا لما بدفع هذه الضريبة الغالية أناقش ناس بيكونوا بالفعل جزء من هذه المنظومة اللي أنا بتكلم عنها. أما واحد تافه جاي يقول لي لا والله الضرب مش موضوع اهتمامي. أنت واحد تافه وستبقى تافه. أنت أنا موجود هنا أتكلم في هذا البث لأن هذول الناس التافهين ما عندهم شجاعة أنهم يطلعوا ويتكلموا في هذا اللي يؤمنون به لإصلاح دينهم. وأنا سمع لا أمس بالفضل لنفسي، أقول هذا اللي أنا بقول بعمله هو ذرة في أو قطرة في بحر الناس الذين قاموا بهذا الكلام ودفعوا ضريبة خالية. عرفت كيف؟ من أمثال فرج فودة، من أمثال السيد القمني، من أمثال نوال السعداوي، من أمثال الأستاذ الرائع الأستاذ أحمد حرقان، الأستاذ مازن، من أمثال هذول الشباب الرائعين، أمثال اسكندر، أمثال قلبوش، أمثال ماني، أمثال، ولكن هذول ما بيطلعوا بوجوههم، لكن مثلا على الأقل قلبوش واسكندر بيطلعوا بوجوهي. عرفت كيف؟ فبالتالي هذول الناس طالعين وبيدفعوا ضريبة هذا الكلام. أنا ليش أجي أدفع ضريبة وأجي أناقش واحد تافه ما عنده حتى استعداد أنه يروح في يوم من الأيام يوقف قدام مسجد ويقول أنتم كذابين، هذا البخاري ومسلم كذب، ثم يجي يناقشني في هذا؟ هذا إنسان أنا أحتقره صراحة من ناحية العمل التغييري. هذا الإنسان الخجلان التافه اللي جالس بده يناقشني في القرآن، أنا هذا بشوفه يعني كائن جدا تافه جدا، يعني ما عندي له أدنى احترام. ليك أنه كذاب. أنا واحد طالع بدفع ضريبة شغلة أنا لا أؤمن لا بكتاب ولا بحساب ولا بأي حاجة أنه أنا راح أدخل جنة أو نار، ورغم ذلك مستعد أني أفقد هذا الحياة اللي عندي. عرفت كيف؟ بينما هذا الكذاب الذي يؤمن بأن هناك حياة أخرى ويؤمن بالجنة والنار مش قادر يروح يدافع عن دينه ويدفع هذه الضريبة، أنا كيف أحترم هذا الإنسان؟ هذا إنسان تافه جدا، مش موضوع نقاش عندي يعني، ولا يمكن أن أتيح له مساحة عندي يعني. وعلى الأخوة اللي بيطلعوا بوجوههم وعندهم كذا أنه يفكروا. أنت طالع بوجهك، ها؟ طالع بوجهك ومعرض حياتك للخطأ، معرضه عشان هذا التافه؟ عشان هذا التافه إذا اقتنع أو لم يقتنع شو راح يتغير في هذه الأمة؟ تناقشوا في ماذا؟ تناقشوا في سخافة عقلية أنه يأتي ويقول لك لا والله 1400 سنة من تاريخ هذه الأمة ولحد الآن أن الناس تغتصب والأطفال تغتصب، يجي يقول لك هذول فهموا القرآن خطأ بكل صفاقة وبكل بلادة وبكل حقارة ودناء. إيش هذول الناس؟ ناس باردين متبلدين، وهذول الناس أكثرهم منافقين كذابين. لو صارت عندهم دولة إسلامية راح يروحوا يأيدوها حتى وين ما عاشوا فيها. لذلك أنا ما أحترم هذه النماذج، أشوف الناس جدا مشاغبين، ناس جبناء، ناس ما عندهم أي شجاعة. بل أحترم أي واحد من هذول التراثيين من ناحية الشجاعة أكثر منه. لكن أنا ما عندي مشكلة، خلاص أنت هذا وضعك، خلاص روح عيش حياتك وترف فكرك في مكان بعيد عني. أنا مش ملزم ولا معني بإني أجي أصحح لك اللي موجود في دينك، روح صحح دينك بعيد عني. ولكن أنت ما تعمل هذا الشيء، تعرف ليش؟ لأن أنت مش مؤمن بالكلام اللي بتقول. أنا أقول لك هذول الناس الخجلانين اللي بيطلعوا عندي هو كذاب، هو مش مؤمن بالكلام اللي بيقوله. لا يوجد فيهم واحد بيؤمن بالكلام اللي بيقوله، مجرد ناس ظاهرات تيكتوكية حقيرة ولا إلها أي قيمة حقيقية. خلي يطلعوا للشارع ويروحوا يناطحوا الناس بشخصيتهم الحقيقية ويعملوا ثورة حقيقية في العالم الإسلامي، ما يقدروا وما مش مستعدين يدفعوا الضريبة. أوكي، أنا متابع لايفاتك يا أستاذ محمد يعني من شهور، حقا استفدت الكثير يعني من كلامك، وسمحت الناس الذين يهددون يعني هؤلاء. أنا لا أحترم من يعني لا يحترم يعني حرية الناس، يعني حقوق الناس في التفكير. أنا مهما كان المخالف يعني يجب أن أحترمه، وهو حر يعني يفكر كيف يشاء ويفكر كيف هذا يعني موجود في صلب العقيدة اللي أنت تؤمن بها. لا أنا ضد قمع يعني حرية التفكير، كل إنسان حر في تفكيره. وأنا ضد يعني الحديث كل يقول لك من بدل دينه فاقتلوه، كيف أنت تقول؟ لا سأتحاور معك فيه، ولكن فقط أنا غير قضية المصطبة هذه اللي أهل السنة فقط، هذه بغيت نسأل لماذا أهل السنة فقط؟ لماذا لا ليس لأهل السنة بالخجلانية لم يدخلها شيعيون؟ لحظة لا
المصطبة مش لأهل السنة، المصطبة للخجلاني. أهل السنة أنا يوميا بناقشه. أنت من هذول الخجلاني؟ لا لا، لست من يعني أنت تؤمن بأن مسلم. من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث قاله النبي محمد صح؟ نعم. وأنت مع هذا الحكم صح؟ نعم نعم، أنا مع هذا الحكم نعم. إذا على أي أساس تأتي وتقول للناس أنا مع حرية التفكير وحرية التعبير وكل هذا الكلام؟ لا لا، هذا رأيي وهذا اعتقادي، الذي يخالفني هذا الرأي وهذا الاعتقاد فهو حر فيه، وأنا لا أفرضه على أحد. قضية حر، الحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم نعم طبعا طبعا، لأن الإسلام دين حق، يعني ولا يحق لك أن تغير دينك طالما أنت دخلت في هذا الدين واقتنعت به يعني وامتثلت يعني كل ما طلب منك. حرية التفكير والتعبير، وأنت راح تقتلني إذا أنا غيرت ديني، كيف هذا الكلام؟ اصلا غير 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 قابل للتطبيق يا استاذ محمد. اين هي الدوله الاسلاميه، واين من هو الحاكم الذي سوف يطبق هذا الحديث؟ هو غير قابل للتطبيق. كلمك عن الفكره موجوده ولكن تطبيقها غير موجود، يعني غير مستحيل مستحيل التطبيق. يعني انا لو كنت في افغانستان وبدلت ديني، هل الصواب انه انا اقتل؟ شوف، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل مرتدا يعني قطا في حياته، حتى الذين ارتدوا غفر لهم وعفى عنهم. وعندك قصة قتل مو كيف عبد الله بن أبي الصرح مثلا، عفى لا, لا لا لا، قتل زوجة ذلك الرجل الأعمى لأنها شتمت النبي محمد. هذا في أي كتاب؟ ممكن تدلني على المرجع أو المصدر؟ الذي أعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا إطلاقا، وخاصة المرتدين، كان هناك كثير من المرتدين لم يقتل أحد منهم أحدا. لم يكن هناك مرتد واحد في زمن النبي محمد. كان عبد الله بن أبي الصرح مثلا، عبد الله بن أبي الصرح لو تعلقوا بحكم النبي محمد، وما ما دخل في إجارة عثمان بن عفان لم يكن تحت حكم النبي محمد وعفى عنه النبي. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القدرة عليه. كيف أسلم يعني قبل القدرة عليه؟ اسمع، يقول الحديث هذا عندك هنا في نيل الأوطار للشوكاني، وأخرجه أبو داود كذلك، عرفت كيف؟ وكذلك عندك الحديث في النسائي، وكذلك للطبراني، والحاكم كذلك أخرجه. الحديث يقول إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه، فأخذ المعول فجعله واتكى عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابناني مثل اللؤلؤين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول فوضعته واتكأت عليه حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. شو بدك أكثر من هذا؟ وين رحت؟ والله ما أدري إذا من عندي ولا من عندك، ولكن أنت مش موجود معايا على الجيست أصلا، موجود في كوكب آخر الآن. ربنا يستر على المعول. قال بعدين يروح يجيب لنا المعول، ربنا يستر. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، يا هلا أبو الحسن. بس طلعني، أنا ما أعرف أطبع. كيف؟ بس طلعني يعني بلا زحمة. سمعت انت البيت اللي قلته لو ما سمعته؟ كيف؟ صوتي واضح مسموع؟
نعم الآن أسمعك، تفضل شو كنت تريد تقول؟ لا لا بس قلت إنه الله يحفظكم هذا بيت، الله يحفظكم ويخلف من أمثالكم في حينا والمربع، يعني ممتن إليك وممتن لكلامك و يعني جدا فرحان بيك، بس يعني هذا اللي حبيت أقوله. طيب شكرا، بس ليش أنت فرحان بهذا الشيء إذا يحب؟ والله سؤال جميل، يعني لأن حركت شيء يعني موجود بداخل نفس كل شخص على الفكر التقليدي يعني، وخليته يبحث و يعني يراجع مسلماته، هو هذا اللي فرحان به. طيب يا سيدي شكرا كثير كثير. أهلا وسهلا، حياك الله، دير بالك على حالك. مرحبا أستاذ محمد. مرحبا يا هلا، مين معي؟ معك هادي. هادي كيف حالك يا هادي؟ الله يسعدك يا هلا والله بخير تمام. سيد محمد يا ريت لو توجهنا الضوء على الإجرام اللي عم يصير مثلا واللي توارثوه. ما قلت يا هادي أنت سني ولا شيعي؟ لا لا شيعي وبعدين طلعت من هذا الدين، فهذا كانت كنت بدي اقول لك انه هالاجرام اللي توارثناه بالوراثه، وطبعا مو توارثناه، انا طلعت منه الحمد لله، ما توارثوه هن فينا نقول. يعني مثلا بحطوا لك السيف برقبتهم، بصيحوا يا علي بيقتلوا، بصيحوا يا حسين بيقتلوا، بيذبحوا. شو هالدين الاجرامي اللي توارثوه بالاجرام من المجرم مثلا علي بن ابي طالب، ولا توارثوا من ابن حسين؟ فليش ما منسلط الضوء نحن على الشخصين هذول كمان؟ هي بنسلط الضوء لأن اليوم عم نشوف نحن عم المستمر ونتكلم عنه أن صحابة النبي كلهم بدون استثناء كلهم كانوا مجرمين تماما، يعني حتى على رأسهم علي بن أبي طالب تمام، وعلى رأسهم مسلم تمك، سلطة قتل بينه وبين خصومه عشرات الآلاف من المسلمين. يسلم تمك، صح هذا الحكي الصح. وحتى إذا بتشوف أنت اليوم كلهم، وانت هلا قلت ذكرت الاسماء، انه بالفعل انه لما يروح الواحد على المتعه ويجي بتلاقي جوا فاطمه، بتلاقي زينب، بتلاقي يعني كل هالاسماء، حتى بالاجرام نفس الاسماء، كلها اسماء اجراميه، كرار، مقتدى، كلها اسماء اجراميه، يعني بتوارثوا حتى الاسم طبعا، مش بس اني العقيده، يعني العقيده والاسم والما بعرف شو، بصيح يا علي وبيدبح، بصيح يا حسين وبيدبح. فأنا بتشكرك حبيب قلبي، الله يسعد لي مساك. شكرا لك، مشكور يا عمري، يلا سلام.